السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا بنستكمل النهاردة سكاشن مادة تسويق التجارة الإلكترونية. احنا كنا واقفين عند الفصل اللي هو بعنوان التجارة الإلكترونية. أول حاجة هنعرف يعني ايه تجارة إلكترونية. تعريف التجارة الإلكترونية ده التعريف المنتشر جدا على مستوى العالم كله دلوقتي، إن مفيش، يعني ما نقدرش نقول إن في تعريف محدد للتجارة الإلكترونية، ولكن تم وضع بعض التعريفات. يعني باختصار التجارة الإلكترونية دي باختصار هي أي حاجة ممكن حضرتك تبيعها أو تشتريها عبر الإنترنت، دي بنسميها تجارة إلكترونية. طيب يعني هنعرفها إزاي؟ برضو نقول ان هي، يعني ناخد تعريفين بسيط كده عشان نقدر ان احنا نحفظهم. هي عمليه تجاريه سواء كان موضوعها سلعه او خدمه او فكره او اداه. سلعه ان حضرتك تشتري سلعه من على الانترنت، زي مثلا الملابس، زي الاجهزه، زي اي حاجه سلعه تقدر ان انت تشتريها وتستخدم. خدمه زي مثلا دلوقتي بقى في حاجه اسمها شركات التيكتنج. شركات التيكتنج دي لو انا اول عايز اروح اسافر اسكندريه، علشان اسافر عاوز مثلا ان انا اقطع تذكره، التذكره دي علشان اقطعها لازم اروح لمحطه القطر اشتري التذكره وادفع ثمنها، لازم اروح بنفسي. لا دلوقتي ظهر شركات التيكتنج اللي هو ممكن حضرتك تحجز او تشتري التذكره دي اونلاين وانت موجود في مكانك في البيت او في اي مكان. دي ان انت دي التجاره الالكترونيه، ان انت بتقدم خدمه او فكره. زي مثلا اللي هي شركات الاوراق الماليه، زي شركات المراجعه بتاعت المحاسبين. شركات المراجعه دي الاول كان في شركات مراجعه كبيره تقدر ان انت تروح تعمل عندها شغل المراجعه بتاع الشركه بتاعتك. دلوقتي شركات المراجعه بدات تبقى في شكل الكتروني، يعني انت تقدر ان انت تعمل الشغل ده، ان يبقى انا ابقى في تواصل ما بيني وما بين مكتب المراجعه ده بدون ما اروح. بقى دلوقتي دي حاجه شركه، يعني حاجه بتقدم لك خدمة عن طريق الإلكتروني، مش بالطريقة التقليدية. وبالتالي أنا ممكن كمان إن أنا أقول إن التجارة الإلكترونية دي المميز في هذه العملية التجارية هي وجود وسيط إلكتروني يساعد على غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف. مفيش علاقة مباشرة ما بيني أنا كشركة وما بين المراجع، مفيش علاقة مباشرة ما بيني أنا ك ك ك ك ك كواحد عايز يسافر وما بين محطة القطر. خلاص بقى في أبلكيشنات وبرامج وطرق تقدر إن أنت من خلالها إن أنت تحصل على الخدمة بتاعتك بطريقة مباشرة. طيب كما انها تعني اداء الاعمال من خلال شبكة الانترنت او البيع او الشراء للسلع والخدمات من خلال صفحات الويب، نفس المعنى بالضبط، ان انت تقدر انت تبيع او تشتري من خلال صفحات الانترنت. طيب ايه هي انواع التجارة الالكترونية؟ التجارة الالكترونية دي منتشرة على مستوى العالم، بتنقسم لكام نوع. خليني افهمكم الاول ان في مصطلحات بتاعه التجاره الالكترونيه دي، لان في ناس كتير بتسمع يقول لك سي تو سي، بي تو بي، جي تو سي. الحاجات دي انتوا لازم تكونوا فاهمينها وعارفين معناها ايه. التجاره الالكترونيه دي لها تصنيفات كتير جدا، يجي لها مثلا ممكن 9 أو 10 أنواع. الانواع دي في انواع احنا عارفينها وبنسمع عنها في مصر، وفي انواع لسه مش منتشره في مصر ولسه مثلا موجوده منتشره في الصين او في دول تانية. انا هحاول ان انا اديكم نبذه مختصره عنها في الاخر. اول حاجه من انواع التجاره الالكترونيه نظام اسمه البي تو بي، اللي هو البيزنس تو بيزنس، من شركه لشركه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حضرتك عندك شركه في الصين بتعرض منتجاتها على موقع معين، وتيجي شركه في مصر تدخل على الموقع بتاعها بتشتري منه. يعني انا شركه في مصر بشتري من شركه تانية في الصين، انا بزنس شركه بشتري من بزنس تانية، اللي هي بزنس تو بزنس، وبالتالي ده تبادل تجاري بين شركه وشركه تانية. فمثلا عندنا في شركات زي شركة علي بابا، شركة ميد ان تشاينا، شركة زي اسمها شركة تريد كي، في شركة منتشرة جدا ومشهورة جدا في الهند اسمها تريد انديا. الشركة دي اشهر موقع في الهند، ودي من اشهر مواقع البي تو بي المتخصصة في عمل البيزنس تو بيزنس. ان الشركة دي في الهند يعني متخصصة في ان شركة تتعامل مع شركة تانية بدون وجود وسيط بينهم. فمثلا هديك مثال، لو انا عندي مصنع ملابس هنا في مصر بعمل تيشرتات وبنطلونات وبصنع منتجات مختلفة، انا عاوز اشتري خيوط او زراير، تمام، من شركة تانية مثلا وليكن هي موجودة مثلا في الصين. انا بدخل على موقع علي بابا دوت كوم، ده بيعتبر موقع بي تو بي،
بدخل اعمل سيرش على الشركات اللي في الصين اللي بتبيع المنتج اللي انا عاوزه، وببدا ان انا اعمل الاوردر والشركه دي تبعت لي المنتج بتاعي في مصر. الحاله دي اسمها ايه؟ هنا انا عملت ايه؟ عملت بي تو بي اللي هو بيزنس تو بيزنس، ده اول نوع من انواع التجاره الالكترونيه. طيب اللي بعد كده النوع الثاني اسمه بي تو سي، التجاره الالكترونيه اللي هو بيزنس تو كاستمر. يعني ايه؟ يعني ان الشركه على طول للمستهلك، يعني انا مش محتاجه وسيط. يعني ايه برضو مش فاهمه؟ يعني عند حضرتك شركه علي اكسبريس، شركه اسمها تاوباو، تاوباو دي شركه يعني او موقع زي موقع تاوباو ده في الصين. الشركه دي بتعرض منتجات بتاعتها وبيدخل المستهلكين، ملحوظه يعني ان شركه تاوباو دي موجوده في الصين. شركه تاوباو دي بتنتج منتجاتها وبتعرضها، يدخل المستهلك اللي هو المستهلك الصيني، يدخل انه يشتري المنتج اللي هو عاوزه، وبالتالي هو كده عمل بيزنس من الشركه ليه هو على طول كمستهلك بدون وساطه او بدون وجود شركه تانية في النص. فاهمين؟ يعني انا كمستهلك بتعامل مع الشركه على طول، انا ككاستمر مني للبيزنس الشركه بتاعتي اللي انا بتعامل معاها على طول من غير ما يبقى في حد في النص ما بيننا. وفي شركات تانية زي مش شركه توبه بس، في شركه زي شركه علي اكسبريس، في شركه اسمها شركات امازون، ودي من اشهر الشركات اللي بتعمل نظام البي تو سي اللي بتبيع منتجاتها على طول للمستهلك بدون ما يبقى في طرف وسيط بينهم. طيب النوع ده تاني نوع من انواع التجاره الالكترونيه. النوع الثالث اسمه بي تو بي تو سي، بيزنس تو بيزنس تو كاستمر، من شركه لشركه للمستهلك. يعني ايه؟ يعني ايه انا من شركه لشركه للمستهلك؟ هقول لك مثال، شركه توشيبا دي ممكن ان هي تبيع منتجاتها لتجار جمله وتجار تجزئه بالجزء، يعني بالقطعه. يعني مش شرط ان شركه توشيبا بتبيع بالجمله بس، يعني على سبيل المثال انا شخص عندي محل، انا ممكن اروح لشركه توشيبا، اروح للوكيل بتاعهم او للشركه على طول، اخد منهم مثلا 5 ثلاجات و10 غسالات و10 تلفزيونات وابيعهم على طول للمستهلك. وبالتالي ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا تم التعاون، تم من شركه اللي هي شركه توشيبا لشركه اصغر منها للمستهلك النهائي. ده بنسميه بي تو بي تو سي اللي هو بيزنس تو بيزنس تو كاستمر، والنوع ده منتشر جدا عندنا في مصر زي ما انا لسه قايله لك اللي هو المثال بتاع شركه توشيبا. طيب النوع الرابع نوع اسمه سي تو بي. يعني ايه سي تو بي؟ اللي هو الكاستمر تو بيزنس، ده نوع جديد جدا منتشر من شركه، يعني من الكاستمر تو بيزنس. يعني ايه؟ يعني انا هقول لك على مثال، لو انا عندي آلة موسيقية قديمة شوية بقالها مثلا 20 او 30 سنة وكانت مشهورة، فبقت بالنسبة لي يعني حاجة ايه؟ حاجة زي تراث كده، حاجة مش متداولة. ففي مواقع على السي تو بي اقدر ان انا اعرض عليها المنتج بتاعي، في شركات بتبقى مهتمة بالحاجات دي ممكن ان هي تشتري. يعني مثلا انا عندي خاتم قديم قوي، عندي مشغولات ذهبية، عندي مشغولات يدوية من زمان او حاجات هاند ميد من زمان، في شركات بتكون مهتمة ان هي تشتري حاجات التراث دي. وبالتالي الفرد اللي باع المنتج بتاعه للشركة ده بيكون عمل تجارة الكترونية من نوع اسمه بي تو سي، تمام كده؟ اللي هو البيزنس تو كاستمر. طيب النوع الخامس اللي احنا بنتكلم عنه من انواع التجاره الالكترونيه اسمه مثلا بي تو اي. بي تو اي ده يعني بيزنس تو امبلوي، يعني من الشركه للموظفين. يعني ايه؟ حد يعني او المفروض ان احنا عاوزين مثال دلوقتي، هقول لك مثلا شركه بي ام دبليو بتاعت السيارات. السنه اللي فاتت شركه بي ام دبليو دي اللي في الصين كانوا بيبيعوا السيارات بتاعتهم للموظفين. ركز بقى معايا، انا بقول لك البيزنس تو امبلوي، يعني البيزنس الى الموظفين. شركه بي ام دبليو كان بيبيع السيارات بتاعتها للموظفين بتوعهم بسعر مميز، او مش او 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 ايه او بتبيع لهم العربيه من غير ما من قبل ما يبيعوا الضريبه، يعني من قبل ما يضيفوا الضريبه، يعني السعر قبل اضافه الضريبه. ده بيزود مبيعات الشركه، وبعد كده بتخلي الشركه دي يعني تميز، يعني تدي تمييز للموظفين بتوعها. يعني بمعنى لو انا هشتري سياره بي ام دبليو ب 500,000 جنيه، ال 500,000 جنيه دول فيهم ارباح للشركه بما يعادل مثلا قول 100,000 جنيه.
الشركة دي عشان تزود مبيعاتها وفي نفس الوقت تزود أرباحها تقول إيه؟ أنا ممكن أدي العربية دي للموظفين بتوعي ب 450 ألف بدل 500 ألف، وبالتالي هو كده قلل كام؟ قلل 50 ألف جنيه، ولكن حصل على جزء من الأرباح. هو ما حصلش على الأرباح كاملة، ولكن حصل على جزء منها، وكمان ادى للموظفين ميزة ان هم شغالين في الشركة. ده بيعمل بيزود ولائهم، بيزود انتمائهم للشركة وهكذا. طيب مثال تاني عشان ما فهمناش برضو، شركة زي شركة علي بابا. شركة اولا يعني شركة علي بابا دي هي يعني التخصص بتاعها ان هي متجر الكتروني، يعني هي عبارة عن مخازن، هي التخصص بتاعها ان هي بتخزن. هفهمكم الكلام ده دلوقتي. شركة علي بابا دي السنة اللي فاتت كانت عاملة موبايلات او تليفونات محمولة، كانت بتصنعها شركة اسمها مش فاكرة اسمها ايه، كانت شركة زي شركة هواوي مثلا كده، والموبايلات دي كانت بتتباع في السوق مثلا ب 1800 رنبي. رنبي دي اللي هو عملة الصين، يعني قول 1800 جنيه صيني. الموبايل ده كان بيتباع في السوق ب 1800 جنيه صيني، وكانت الشركة مديه للموظفين بتوعها بحوالي 800 رنبي، يعني بتديهولهم ب 800 يعني 800 جنيه صيني. يعني دلوقتي الشركة دي عملت ايه؟ عملت نوع من التجارة الإلكترونية، ان هي باعت المنتج للموظفين بتوعها والعائد بيدخل في حساب الشركة. يبقى ده نوع من انواع التجارة الإلكترونية اسمه بي تو اي، اللي هو بيزنس تو امبلويي، من الشركة الى الموظفين. طيب النوع الثالث اسمه سي تو سي، يعني هو من مستهلك لمستهلك، من الكاستمر تو كاستمر، اللي هو ايه، التبادل التجاري من مستهلك الى مستهلك تاني بشكل مباشر. دي منتشرة عندنا في مصر، ان انا كمستهلك اتعامل مع مستهلك تاني بشكل مباشر. يعني عندكم عارفين موقع اوليكس، موقع اوليكس انا عندي عربية وعاوزة ابيعها، انا مش عاوزة الجأ لسمسار او الجأ لاجنس عربيات ياخد مني عمولة او سمسارة، فبدخل على موقع اوليكس بعرض عليه المواصفات العربية بتاعتي، انا العربية لونها كذا، موديل سنة كذا، ماشية كام كيلو، اقول المواصفات بتاع العربية بتاعتي، واي مستهلك تاني محتاج عربية بالمواصفات دي هيدخل يشوف الاعلان وهيرسلني وهيقول لي خلاص هنتفق على مكان معين هنبدا نتقابل فيه ونتفق على ونشتري، او هو يشتري العربيه وانا هبيع. وبالتالي هو كده عمل ايه؟ عمل سوت سي تو سي، اللي هو كاستمر تو كاستمر. طيب في نوع كمان انا نسيت اكتبه في الباوربوينت، اسمه انترا بيزنس. انترا بيزنس يعني ايه؟ انتر يعني داخل، يعني من قسم لقسم داخل الشركه. دي بنسميها تجارة داخلية، أو التجارة اللي جوه الشركة نفسها. يعني إيه تجارة داخلية؟ وفي تجارة ممكن تتم جوه شركة؟ يعني أنا عندي شركة كده ممكن هي تتاجر جوه نفسها؟ أه. إزاي؟ عفوا، شركة سامسونج بتعمل حاجة جميلة جدا جدا، وغالبا يعني إن شركة سامسونج هي من أشهر الشركات اللي بتطبق نوع الانترا بزنس، النوع الانترا بزنس اللي هو كأحد أنواع التجارة الإلكترونية. بتعمل إيه شركة سامسونج؟ بتعمل مثلا المذر بورد بتاع التليفون، في قسم داخل شركة سامسونج بيعمل المذر بورد، وبعدين يباعها للقسم اللي بيعمل الشاشة، والقسم اللي بيعمل الشاشة يباعها للقسم اللي بيعمل الكفرنج بتاع الموبايل، والقسم اللي بيعمل كفرنج بيعمل حاجة تانية يبيعها لقسم تاني. فاهمين الفكرة؟ ان هو بيصنع نفسه بنفسه، بيصنع منتجه بإيده. طيب كل قسم بيبيع الجزء بتاعه للقسم تاني جوه الشركه. كده الشركه بتعمل ايه؟ يعني هاو تو سي، يعني احنا بنسميها ايه، بتحاول ان هي تظبط التكلفه شويه، بتخلي الفلوس بتاعتهم دايره بينهم وبين بعضهم. فاهمين؟ يعني تخلي الفلوس بتاعتهم دايره، يعني هم مش يعني دايره بينهم وبين بعضهم. طب انتوا في حد فيكم ممكن يسالني سؤال يقول لي طب هما بيعملوا كده ليه؟ يعني ليه ما بيريحوش نفسهم ويشتروا الاجزاء بتاعتهم من بره عشان يوفروا مثلا جهد ويوفروا حاجات كتير؟ هقول لك ان هما بيجيبوا عماله يخلوهم يصنعوا التقنيه دي في الشركه بفلوس مش ببلاش. يعني انا عملت قسم في عماله جديده بتصنع المذر، بتصنع مثلا المذر بورد بتاع الموبايل، بتصنع الشاشه، قسم بيصنع الكفرنج، اقسام كل قسم بيصنع حاجه، والقسم بيدي الحاجه بتاعته للقسم التاني بفلوس مش فور فري، لحد ما يطلع لنا في الاخر السامسونج اللي احنا عارفينه اللي احنا بنشتريه. دي بنسميها اسمها تجاره قسميه، من قسم او من قسم لقسم داخل الشركه الواحده. دي واضحه جدا في شركه سامسونج ومنتشره عندهم جدا. يعني
طيب بعد كده في نوع تاني اسمه ال 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 البي تو اي، او البي تو اي دي من شركه الى موظفيها، اللي هو البيزنس تو امبلوي. انا اسفه ان انا نسيت اكتب الحاجات دي في الباوربوينت، بس انا هقولها. يعني البي تو اي اللي هو من شركه للموظفين، اللي هو البيزنس تو امبلوي. يعني مثلا شركه زي شركه بي ام دبليو، شركه بي ام دبليو دي في الصين بتبيع. عفوا يا شباب، انا شرحت البي تو بي، انا شرحت البي تو اي. انا هنتقل بقى للنقطه اللي بعد كده، اللي هي اللي هي قدامنا على الباوربوينت، اللي هو الكو كوميرس. كو كوميرس اللي هو الكوبريشن كوميرس. كوبريشن كوميرس بمعنى ان شركه زي شركه علي بابا او شركه امازون، الشركات دي بتتعاون مع بعضها البعض في مجال معين بشكل الكتروني لتقديم خدمه جديده للعملاء او المستهلكين. يعني بيبقى في تعاون بين شركه وشركه تانية، شركه بتتعامل مع شركه تانية عشان يصمموا منتج معين مثلا. طيب النوع بقى التالي من انواع التجاره الالكترونيه، النوع ده مش موجود عندنا في مصر، اسمه الاي جوفرمنت، التجاره الحكوميه الالكترونيه. النوع ده موجود في دول كتير في دول العالم، ولكن مش موجود عندنا في مصر. معناه ايه الاي جوفرمنت ده؟ معناه ان عندك مثلا موقع اسمه يو اس اي جوفرمنت، ده موقع بيعمل مبيعات من الحكومه على طول للمواطنين. يعني الحكومه نفسها بتبيع وتشتري من الشركات، يعني بتعمل اعلان. يعني الحكومه بتعمل اعلانات للشركات اللي عاوزه تشتري منها حاجه، بتبيع حاجه للحكومه والحكومه او تشتري منك حاجه. ده نظام مش موجود كتير، يعني دول كتير مش دول كتير عملته. يعني اللي شغال فيه دلوقتي مثلا دوله زي الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، انجلترا. النوع الاخير بقى من انواع التجاره الالكترونيه، النوع ده يعني مش ناس كتير عارفاه، ومش مش مش يعني مش منتشر، مش منتشر خالص، ولكن انا قريته وحبيت ان انا اقول لكم عليه وتستفادوا وتعرفوه. يعني نوع اسمه الاو تي او، او تي او، اوف لاين تو اوف لاين. يعني ايه اوف لاين تو اوف لاين؟ النوع ده مش موجود خالص غير في الصين، والصين لسه عاملاه مثلا السنه اللي فاتت. طيب يعني ايه الاو تي او؟ يعني ايه الاوف لاين تو اوف لاين؟ شركه زي شركه علي بابا في الصين دي من سنه بالظبط عملت نظام جميل جدا جدا. عملت ايه؟ انا مثلا شخص عندي مصنع اساس وشغال في دوله من الدول الاوروبيه، يعني انا عندي مصنع ومش في مثلا في اي دوله اوروبيه، بصنع اساس منزلي، والناس اللي بتشتري مني، يعني انا مثلا واحده قاعده على ماسكه الموقع، داخله على موقع علي بابا، لقيت مثلا صوره دولاب او صوره سرير او صوره اوضه نوم عجباني، انا عاوز اشتريها. طيب اوضه النوم او السرير ده موجود في مثلا في 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 كندا او في امريكا، موجود في دوله اجنبيه وانا عايز اشتريه. طيب انت عشان تشتريها طبعا هتتحمل حاجات كتير، هتحمل تكاليف نقل، هتحمل مصاريف شحن. طيب نظام الاو تي او بقى هنا ده جه عشان يتلافى المشاكل اللي انا قلتها ده. طب عمل ايه؟ قال لك ان انت ممكن الناس اللي بتشتري مني بكميه قليله، يعني انت عايز تشتري كرسي، عايز تشتري سرير، عايز تشتري حاجه والكوانتيتي بتاعتك قليله، انت الكميه اللي انت عايزها مش مغطيه تكلفه الانتاج بتاعتي. يعني فالحل هنا ايه؟ شركه علي بابا عملت حاجه اسمها مخازن دوليه. يعني ايه؟ يعني ايه مخازن دوليه؟ يعني الشركات دي عاوزه تبيع شغلها لبره مصر، فبتدي المنتجات بتاعتها لعلي بابا. شركة علي بابا دي لسه قايله لكم ان هي عملاق المتاجر الالكترونية، عملاق عنده هو بس عبارة عن مخازن بيخزن بضائع الناس، هو دي شغلة علي بابا. طيب شركة علي بابا دي عملت ايه بقى؟ طلعت كده باختراع جديد، قالت انا عاوزة اعمل، ان هي بدأت ان هي تعمل متاجر بتاعتها. المتاجر بتاعتها دي بتاخد المنتجات من الصين من الدول المختلفة، بتحطها في المخازن او في الستور بتاعتها. المخازن دي بتبقى عبارة عن مخازن كبيرة، ولما يجي لك زبون عاوز يشتري منك، بدل ما بتبيع له من الصين، بتبيع له من المخزن اللي موجود بتاعك، اللي موجود بتاع علي بابا في الدولة بتاعتك. انتوا مش فاهمين. يعني انا مثلا عايز اشتري سرير عجبني في اي متجر الكتروني، والسرير ده اكتشفت ان هو الشركه اللي انتجته شركه في الصين،
والشركة والشركة دي متعاقدة مع شركة علي بابا، مخزن علي بابا ده فاتح متجر ليه هنا في مصر، والسرير اللي متصنع في الصين ده موجود في مخزن علي بابا هنا في مصر. فأنا لما هشتري السرير أو الكرسي هشتريه من الصين، لكن هو موجود هنا عندي في مصر، فعندي شركة علي بابا أو مخزن علي بابا. اوريدي شركة علي بابا بدأت فعلا تعمل المخازن دي على مستوى العالم، موجودة عملت متاجر في أمريكا وفي كندا وفي الهند وكوريا وفرنسا وأسبانيا وإنجلترا، وكمان بدأوا يعملوا في دبي، وقريت إن هم عملوا بادئين إن هم يعملوا في قطر والسعودية والكويت وعقبال مصر إن شاء الله. ده طبعا هيسهل حركة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم كله، هيخليك بدل ما حضرتك كنت مضطر إنك تتحمل تكاليف نقل، تكاليف شحن، تكاليف ترانسبورتيشن، التكاليف دي كلها لا خلاص انت ما بقتش هتتحمل، انت هتشتري المنتج من هنا من مصر. والشركة طبعا كسبانة إن هي بتسوق منتجاتها على مستوى العالم، بتبيع منتجاتها على مستوى العالم، وكل ما المبيعات تزيد كل ما أرباحها هتزيد، كل ما التكاليف هتبدأ إن هي تقل. وده اسمه ثورة التجارة الإلكترونية. ده إن الزبون هيقدر إنه يستلم الشحنة بتاعته خلال 48 ساعة. تخيل كده إن أنت شاري سرير من الصين وجالك في خلال 48 ساعة، شاري أي منتج أو سلعة من أسبانيا وجاتلك في خلال 48 ساعة. ده طبعا هيبقى نقلة في مستوى التجارة، وهتخلي العالم كله عبارة عن سمول فيليج، يعني قرية صغيرة بتتعامل مع بعضها بشكل أسرع. طبعا يا شباب احنا قلنا يجي حوالي 10 انواع من التجاره الالكترونيه. انا ما كانش ينفع ادخل على فصل التجاره الالكترونيه دي واقول لك نوع او اثنين او ثلاثه بس من المقررين عليك. انا حبيت ان انا افيدكم واعرفكم انواع التجاره الالكترونيه، ودايما انا دايما معوداكم في السكشن ان انت لما تاخد اي كورس جديد انت بتدرسه، يعني انت دلوقتي عندك كتاب تجاره الكترونيه، يعني التجاره الالكترونيه ده موضوع يعني شيق وجميل جدا، والاستفاده اللي انت هتطلع منها يعني رائعه. فانت اعتبر كتاب التسويق والتجاره الالكترونيه ده انت كتاب شريه من معرض الكتاب، انت بتتعلم مش بس ان انت بتتعلم عشان الامتحان، هو لو على قد الامتحان سؤالين ثلاثه هديهولكم في اخر السكشن وهتتعلم وخلاص وهنحل وتمام، لكن انا عايزاك تتعلم. طيب انواع التجاره الالكترونيه بقى اللي المفروض ان انت تعرفها، في عندنا ثلاث اربع انواع موجودين عندكم على الرسمه، اللي هو البي تو سي اللي هو البيزنس تو كاستمر، البي تو جي البيزنس تو جفرنمنت، السي تو بي الكاستمر تو جفرنمنت، والبي تو بي اللي هو البيزنس تو بيزنس. دي اللي انا شرحتها طبعا دلوقتي، ولكن دول اهم النقاط اللي انت المفروض هتركز عليها في المقرر بتاعك. طيب دلوقتي انا ايه الفرق بين التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه؟ الفرق بين التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه طبعا هو يعني مش يعني سؤال بديهي خالص. التجاره الالكترونيه التقليديه ان انا عايز اشتري لبس جديد، نزلت رحت المحل اشتريت، عاوز اشتري عربيه جديده رحت الاجنس اشتريت. لكن التجاره الالكترونيه هي الشراء والبيع من خلال شبكه الانترنت. وعندكم في الكتاب انا مش عارفه الصفحه اللي عندي هي نفس عندكم ولا ايه، بس هي موجوده في فصل التجاره الالكترونيه جدول كده بيوضح المقارنه بين التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه. يعني مثلا اول حاجه بيقول لك البحث عن المعلومات، لو انت عايز تعرف معلومات عن منتج معين. في التجاره التقليديه انت بتنزل المحل تشوف وتعرف المنتج بتاعك، في التجاره الالكترونيه انت بتشوف من خلال صفحه الويب، من خلال الانترنت، من خلال مواقع مختلفه. لما تيجي تطلب المنتج في التجاره الالكترونيه بتطلب المنتج من خلال مسج، من خلال تقدم طلب اسمه عفوا تقدم تعمل اوردر من خلال الانترنت. لكن الطريقه التقليديه انت بتروح تشتري بفاتوره، التسلم الطلبيه بتستلم الطلبيه من خلال حد يجي يوصل لك الشحنه. التجاره الالكترونيه وسيط او في دليفري هيجي يجيب لك الطلب اللي انت طلبته، لكن في التجاره التقليديه هتستلم الشحنه المنتج بنفسك، بتنزل تشتريه بتدفع الفلوس وتاخد الفاتوره والفاتوره وتستلم الشحنه وهكذا. يبقى الفرق بين التجاره الالكترونيه والتجاره التقليديه، التجاره الالكترونيه بتتم عبر الانترنت، ولكن التجاره التقليديه بتتم بالطريقه الايه التقليديه. الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح التحول من التجاره التقليديه للتجاره الالكترونيه. يعني ايه؟ عندك في النص ده وجه المقارنه، عندك اول حاجه اللي هو اسمه راس المال المستثمر. راس المال المستثمر في الشركات بتعتمد، كانت في التجاره التقليديه بتعتمد على استراتيجيه الدفع. يعني ايه استراتيجيه الدفع؟ يعني انت بتجيب منتجات
وتشتري، يعني خلينا انا مصنع ملابس، صنعت كميه من الملابس، ببدا ادفع المنتجات بتاعتي دي للسوق عشان تتباع. طيب انا لما انا بعت بقى تجار الجمله وتجار التجزئه، اشتريت دفعت لهم المنتجات بتاعتي، فبتدفع اكنك بتزق حاجه كده، فهم انت كده تتبع استراتيجيه الدفع. طب في التجاره الالكترونيه لا، العكس، انا باجي عندك، انت لما تيجي حضرتك تطلب حاجه من اونلاين من على النت، بتطلب ايه؟ بيقول لك انا مثلا، انا هتقول له انا عايز، انا في ساعه، انا عايز الساعه دي، يقول لك عايز كام واحده؟ عايز واحده، عايز اثنين، عايز 10. فيبدا الشخص اللي انت بتراسله يراسل المصنع، يجذب ياخد منه العدد اللي حضرتك طلبته. فالتجاره الالكترونيه بدات تتبع استراتيجيه الجذب، الجذب ان هو ايه؟ لا، مش بيرمي لك البضاعه وانت تاخد منها، لا، ده بيجذبك انت علشان تاخد تطلب البضاعه وهو يجيب لك بناء على الكميه اللي حضرتك عاوزها. طيب الحاجه الثانيه، راس المال البشري. في التجاره التقليديه كان بيهتم بالتركيز على الانتاج، اللي بتركز على الانتاج وبتركز على العماله، لكن في راس المال في التجاره الالكترونيه براس مالك العملاء، بتهتم اكتر بالعميل، بتهتم اكتر ان العميل يثق في البيج بتاعتك اللي انت بتنزل عليها المنتجات، بتهتم انه يثق في صفحه الويب بتاعتك اللي انت منزل عليها منتجات مختلفه. انا خلاص طالما انا ايه اللي يهمني؟ انا انت لو حضرتك واحد بتشتغل في التجاره الالكترونيه، ايه اللي اهم حاجه عندك؟ العميل. العميل ده لو ما وثقش فيك، لو اشترى منتج منك ولقاه مش بجوده جيده، مش هيشتري منك، ده بالاضافه الى انه هيعمل ريبورت عنك للجماعات المرجعيه بتاعته، للاسره، للاصدقاء، لا والله الصفحه دي مش كويسه، منتجاتها غير جيده، مواعيد التسليم بتاعتهم مش مظبوطه، يبقى الاهتمام اكتر بقى على العملاء. لكن في الطريقه التقليديه بهتم اكتر بالانتاج، بنتج بانواع مختلفه عشان حضرتك لما تدخل المحل تلاقي كذا نوع وكذا شكل، فتقدر ان انت تشتري ده وتشتري ده، ده ما عجبكش هيعجبك حاجه ثانيه. فهنا التركيز على الانتاج، هنا التركيز على العمل. طيب الحاجه الثالثه، راس المال العامل. في التجاره التقليديه انخفض التركيز على استخدام راس المال العامل، يعني لا دي غلطه يا ولاد، المفروض ان زياده التركيز على راس المال العامل، يعني راس المال العامل يعني الفلوس بتاعتك اللي انت مشغلها. انا معايا مثلا 100,000 جنيه جايب بيهم بضاعه، ال 100,000 جنيه اللي حالتي انا جايب بيهم بضاعه في المحل. لكن في التجاره الالكترونيه انخفاض التركيز على راس المال العامل، يعني ايه؟ يعني انت معاك فلوس مش بتشتري الا لما بيطلب منك. انا طلبت مثلا منك شحنه فيها مثلا 5 عربيات، فانت بتروح تشتري 5 عربيات وتبعتهم لي، فانت راس المال العامل بتاعك بينخفض. انا عايزاكم تصلحوا دي في الكتاب، عند التجاره التقليديه اسمها التجاره التقليديه زياده التركيز على راس المال العامل، التجاره الالكترونيه العكس. طيب راس المال المادي اللي في التجاره التقليديه اتساع نطاق ملكيه الاصول الماديه، يعني ايه؟ يعني عندك محل هتلاقي فيه بضاعة، هتلاقي فيه فيترينة، هتلاقي فيه مثلا كاشير، عندك مصنع هتلاقي فيه آلات وأجهزة. لكن التجارة التقليدية الإلكترونية أنت ما حلتكش حاجة غير الصفحة بتاعتك، غير اللاب بتاعك أو الكمبيوتر بتاعك أو الويب بتاعك اللي أنت فاتح عليه، يبقى الأصول المادية بقت إيه؟ بقت منخفضة. شايفين إزاي؟ شايفين إزاي التحول من التجارة الإلكترونية للتجارة التقليدية؟ طيب بعد كده ايه الابعاد الاستراتيجيه للتجاره الالكترونيه؟ يعني اول حاجه في ابعاد الاستراتيجيه مستوى التكنولوجيا. مستوى التكنولوجيا يعني الليفل اوف تكنولوجي، ده بعد اساسي بيساعد على بناء استراتيجيه التجاره الالكترونيه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا مثلا كشركه زي مثلا شركات المراجعه، شركات المراجعه دي الاول انا واحد عندي شركه، فبروح لمكتب مراجعه اطلب منه انه يرجع لي مثلا الحسابات بتاع الشركه بتاعتي. طيب دلوقتي لو انا واحد عندي مكتب مراجعه، وواحد تاني فتح مكتب مراجعه الكتروني، يعني بيتم من خلال الاونلاين، مش بيتم بالطريقه التقليديه. فانا واحد عندي مكتب مراجعه، بدل ما اروح واقعد في
قوائم الانتظار والكلام من ده، فانا براسل على طول الشركه اللي هي بتتعامل بالتجاره الالكترونيه. لو الشركه التقليديه اللي هي بتتعامل بطريقه تقليديه ما واكبتش التكنولوجيا، ما حدثتش من نفسها، هل هتقدر ان هي تفضل في السوق؟ لا طبعا مش هتقدر ان هي تراسل تكمل شغلها وتكسب او تحقق الارباح اللي كانت بتحققها. لا، هيبدا بقى ان انت ايه، لازم البعد المهم من ابعاد التجاره الالكترونيه ان انت تشوف مستوى التكنولوجيا وتمشي معاه مدى امكانيه ان انت تؤدي عملك باعلى مستوى كفاءه وباقل تكلفه ممكنه. طيب مثال تاني، شركات السياحه، انا لو انا عايزه اروح اسافر الغردقه او عايزه اروح اسافر في اي مكان او اسكندريه او بروح عشان اعمل الطريق الطرق التقليديه اللي احنا كنا بنعملها. طب لو شركات السياحه دي ما بداتش ان هي تواكب عملها وتعمل زي شركات التيكتنج اللي هي جديده دلوقتي، اللي هي بتقدر ان انت تقدر ان انت تحجز وانت قاعد في البيت، تحجز وتدفع الفلوس من خلال الفيزا، من خلال فودافون كاش، من خلال الطرق الجديده دي، شركات طبعا دي هتقفل. يعني تخيل انا عندي مثلا عندي شركه سياحه وقاعد كده فيها ومستني حد يجي، مفيش حد هيروح لك اصلا، لان في شركات جديده، في مستوى جديد من التكنولوجيا انت ما واكبتوش علشان الناس تتعامل معاه. تاني حاجه الاسواق، الاسواق معناها ايه؟ ان المنظمات يجب عليها ان هي بتحدد نوع السوق اللي بتتعامل معاه. يعني انا كشركه، هل انا هفضل اتعامل في سوق بيتعامل بالطريقه التقليديه، ولا اروح لاسواق جديده تتعامل بالطرق الالكترونيه، ولا هجمع بين الاثنين؟ معنى انا ممكن كشركه اجمع بين الاثنين، اشتغل في السوق اللي بيتعامل بالطرق التقليديه واشتغل في السوق اللي بيتعامل بالطرق الالكترونيه. طيب المنظمات دي تقدر ان هي تتبنى استراتيجيات تقسيم السوق، تقسم السوق بتاعها الى تعمل حاجه اسمها ماركت سيجمنتيشن. يعني انت عندك السوق بتاعك في مناطق بتتعامل بالطرق التقليديه وفي مناطق بتتعامل بالطرق الالكترونيه، تبدا ان انت كبعد من ابعاد الابعاد الاستراتيجيه للتجاره الالكترونيه بتاعتك انك تشوف السوق ده شغال ازاي. طيب الخدمه رقم ثلاثه، الخدمه، التحول من بيئه التجاره الالكترونيه للتجاره التقليديه بيتطلب تحديد المستوى المناسب للخدمه اللي انت اللي الشركه تقدر انها تقدمه. وكمان من المهم من الضروري ان انت تفهم القيمه اللي بتقدمها للعميل، هل هي العميل دي هل هي التي يسعى اليها العميل او المستهلك؟ يعني بمعنى ايه؟ انت لازم تعرف العلاقه بين الخدمه وتكلفه ادائها، ولازم تاخد في حسبانك مدى قدره المنظمه على ان هي توفر معلومات للعملاء والمستهلكين من خلال الانترنت. طيب رقم اربعه، استخدام العلامه التجاريه. يعني ايه استخدام العلامه التجاريه؟ بدأنا دلوقتي عارفين ان بقى في يعني منافسه شديده في السوق، زادت حده المنافسه في السوق سواء على المستوى المحلي او على المستوى العالمي، والتجاره الالكترونيه بقت منتشره بشكل رهيب. طيب في ظل بقى الاجواء اللي احنا عايشين فيها وفي ظل التجاره الالكترونيه دي، لازم المنظمات تبدا ان هي تعمل لنفسها علامه تجاريه، تخلق لنفسها علامه تجاريه وتخلق ولاء العميل ليها. لان لو انا بقى عندي ولاء للمنتج مهما يكثر، مهما انا، انت دلوقتي ايه؟ انت دلوقتي كنت الاول مثلا عندك مثلا اي منتج انت بتشتريه، فانا مثلا عايز معجون اسنان، انا كان عندي مثلا شركه سيجنال، ما فيش غيرها، شركه سيجنال دي موجوده وانا عايز اشتري المنتج فاروح اشتريه. طيب دلوقتي بدا يطلع فيه منتجات كتير ثانيه، بدا يطلع فيه سنسوداين، بدا يطلع فيه كولجيت، بدا يطلع فيه المسواك، بدا يطلع فيه منتجات ثانيه كتير. الشركه دي بقى لازم تخلق لنفسها حاجه جديده، تنمي المنتجات بتاعتها، تخلق مكانه في السوق ليها، تخلق لها مكانه في عبر الانترنت، تخلق حاجات جديده اللي تخلي لو العميل عنده ولاء للمنتج بتاعها يزيد، لو العميل مالوش ولاء للمنتج تخلق له ولاء للمنتج بتاعها. فبتبدا بقى ان هي تعمل تسوق على المواقع الالكترونيه، تقول لك مثلا ايه، احنا انتجنا منتج جديد بيعالج مثلا الاسنان الحساسه، منتج جديد بيعالج اللي بيخلي يساعد في تبييض الاسنان. تبدا ان هي تخترع حاجات جديده علشان ان هي ايه، تقدر ان هي تستخدم العلامه التجاريه بتاعتها في 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 ان هي يبقى في ثقه وولاء في العلامه التجاريه بتاعتها. طيب النقطه اللي بعد كده بقى، مزايا التجاره الالكترونيه. التجارة الإلكترونية دي ليها مزايا بالنسبة للعملاء، في مزايا بالنسبة للمنظمات، في مزايا بالنسبة للاقتصاد. أول حاجة مزايا التجارة الإلكترونية بالنسبة للعملاء، أول حاجة الخدمة المستمرة. إن أنا الأول كنت مثلا ممكن عفوا يعني عايز أشتري مثلا يعني أبسط حاجة خالص وإحنا لابسينها اليومين دولت، يعني بما إن الناس تعبانة وفي كورونا وكلام من ده، أنا الأول كنت عشان أشتري علاج ساعة
الساعة 3 بالليل أيام زمان، كنت هو كده ممكن تلاقي لك صيدلية كده يعني، لو لقيت واحدة فاتحة كده في البلد بتاعتك كلها، وممكن بعد الساعة 3 ما تلاقيش حد شغال أصلا. دلوقتي بقى في حاجة اسمها إيه، إن أنت ممكن إن أنت تطلب العلاج وأنت قاعد في البيت. طيب يبقى الخدمة مستمرة، إن أنت طول الوقت خلال ال 24 ساعة بتاعتك تقدر إن أنت عبر شبكة الحاسب الآلي والتصوف إن أنت تجري التعاملات بتاعتك. طيب ايه تاني؟ ممكن انت طول ال 24 ساعه تشتري تطلب منك، ممكن انت قاعد بالليل كده بعد الفجر عجبك بتاع بنطلون، عجبك ساعه، تطلب الاوردر الصبح تلاقيه جاي لك. فبالتالي من مزايا التجاره الالكترونيه ان الخدمه بتاعتها مستمره. رقم اتنين، حريه الاختيار. حريه الاختيار ان انت ان العميل بدا ان هو يقدر انه يختار بين المنتجات المعروضه، يعني انت عندك المنتجات كلها قدامك معروضه على الموقع بكل تفاصيلها وبكل مواصفاتها، تقدر ان انت تشتري المنتجات دي بكل وانت عندك يعني منتهى الاريحيه ان انت تختار ما بينها، وتعطي فرصه ويبقى عندك فرصه للمفاضله بين هذه السلع والخدمات، وما عادش يعني من الصعب جدا انك تلاقي شركه محتكره حاجه معينه في العصر اللي احنا فيه. لا بقت كل وما عادش في شركه بتفرض مستوى جوده معين او مستوى سعر معين بدون من غير ما تراعي المنافسه العالميه، مفيش الكلام ده. يعني مثلا انا هقول لك على مثال معجون الاسنان اللي لسه قايله لك دلوقتي. انت مثلا اشتريت شركه اشتريت معجون اسنان مثلا زي سيجنال، هل شركه سيجنال دي لما انتجت معجون بيعالج مثلا الاسنان الحساسه، الشركات التانية اللي في السوق بقى قاعده ساكته تتفرج عليها؟ لا طبعا، بدات ان هي على نفس البرنامج على نفس في نفس الوقت اللي انت قاعد فيه تتفرج على اعلان شركه سيجنال، بتلاقي 50 اعلان تاني لشركات تانية. وبالتالي انت كمستهلك بقى عندك حريه الاختيار، قدامك ده وده وده، عندك شركه سنسوداين بتعالج الاسنان الحساسه، وعندك شركه سيجنال ليها منتج بيعالج الاسنان الحساسه، عندك شركه ديبردنت معجون اسنان ديبردنت اللي هو بتاع تبييض الاسنان، وعندك برضو من شركه سيجنال منتج بيعمل على تبييض الاسنان. فانت كمستهلك خلاص بقى عندك حريه الاختيار بين المنتجات. بعد كده انخفاض السعر. انخفاض السعر ان بدا المستهلكين فرصتهم ان هي تزيد ان هم يحصلوا على منتجات وخدمات اقل ثمن في ظل التجاره الالكترونيه. يعني مثلا ايه، تخيل كده ان انت عندك محل، المحل ده انت بتدفع له ايجار، بتدفع له ثمن الولد اللي انت موقفه بيبيع، العماله، بتدفع كهرباء، بتدفع ضرايب. طيب انت بقى عندك دلوقتي صفحه على الـ على الـ على الـ على البيج على اللي بتبيع منتجات، انت مش بتحمل حاجه، فبالتالي انت بس هتبقى مجرد التكلفه اللي انت هتتحملها اللي هي تكلفه المنتج. يعني انا هبعت للمصنع، يعني انا عايز اشتري فستان مثلا لبنتي مثلا في العيد، فانا لقيت مثلا فستان موجود على الانترنت عجبني شكله، فانا رحت راسلت الصفحه قلت له المنتج ده بكام، سي مثلا ب 10 قروش. الشركه دي بتعمل، المصنع اللي انا بتعامل معاه ده بيعمل، الشركه عفوا الصفحه اللي انا بتعامل معاها دي بتروح تجيب لي، انا عايز، انا طلبت منه 2 قطعتين، القطعتين بكام، ب 400 ب 20 قرش. فانا رحت للمصنع خدت منه المنتج بتاعي وبعته لك وحققت هامش ربح. فبالتالي انا السعر اللي انا هشتريه مش هحملك بقى ايجار المحل، مش هحملك تكلفه العماله، لا انا بس هحملك تكلفه المنتج وهاخد هامش ربح بسيط. وبالتالي في ان التجاره الالكترونيه بتبقى فيها ميزه انخفاض الاسعار. بعد كده رقم 4، تحقيق رضا العملاء. تحقيق رضا العملاء ان التفاعل بين العملاء والشركه بقى بيخليني انا كعميل راضي عن المنتج. العميل بقى يقدر انه يدخل على المنتج، يقدر انه يعرف معلومات تفصيليه، يعرف السعر المنتج، الحاجه اللي انتوا عارضينها دي خامتها ايه واسعارها ايه وطولها قد ايه وعرضها قد ايه، في ثانيه، في ثواني معدوده تقدر ان انت تعرف معلومات عن السلع، وبالتالي تقدر تاخد قرار صحيح بشأن المنتج. وبالتالي التجارة الالكترونية بتسمح لك ان انت تستلم المنتج بتاعك بسرعة، وبالتالي العميل بقى يبقى عنده رضا عن المنتجات، رضا عن الـ عن الـ عن الـ التجارة الالكترونية كلها بتحقق رضا للعميل. طيب
برضو في حاجه كمان بالنسبه لرضا العميل، ان ممكن بعد ما تشتري المنتج في حاجات دلوقتي اسمها كونتاكت اس، يعني اسالنا فور مور انفورميشن، يعني لو انت عايز تعرف معلومات اكتر كلمنا. ده بيديك يسمح للعميل انه يبدي رايه في السلعه، يعمل يعني يطلب ان يعني انه يحسن جودة السلعة، فبالتالي بقى في تفاعل، بقى في تفاعل بين الشركة وما بين العميل. يعني مثلا اي منتج تشتريه تلاقي الشركة بتسألك على رأيك بعد ما اشتريته، هتسألك على رأيك ليه؟ علشان تعرف اولا انت راضي عن المنتج ولا لا. لو لقيتك انت مش راضي على منتج تبدا ان هي تعمل بسرعه تغذيه عكسيه لنفسها، ده المنتج مش عاجبه، فتبدا تطور من نفسها وتحدث في شكل المنتج بتاعها. طيب مزايا التجاره الالكترونيه للمنظمات بقى، اول حاجه تخفيض التكاليف زي ما انا لسه قايله لكم دلوقتي، ان انا بدل ما انا كان عندي مصنع بدل ما كان عندي محل بدفع ايجار وبدفع ميه وبدفع عماله، لا انا ما عادش عندي غير اللاب بتاعي بعمل عليه بيج، فكده كل التكاليف انخفضت. برامج تسويقيه ناجحه، انا كان ممكن يكون عندي محل وفيه بضاعه زي الفل وفي حاجات خامتها جميله، بس الناس ما ب... انت بقى موجود في مكان مش في... مش مش مكان مش موقع ملائم، مش الناس مش عارفاك، رغم ان انت عندك حاجات حلوه، لكن في التجاره الالكترونيه تقدر انت تسوق منتجاتك وتعرف الناس وفي خلال 24 ساعه تلاقي البضاعه اللي انت بتسوقها دي تكون اتباعت وتكون حققت مكاسب، في المقابل انا ممكن اقعد شهر في المحل على ما ابيع نفس البضاعه اللي انت بعتها في يوم. طيب تعادل الفرص بين المنظمات، طبعا بسبب قله الموارد الماليه المتاحه للمنظمات الصغيره والمتوسطه الحجم، يعني احنا عندنا دلوقتي محلات صغيره الموارد الماليه بتاعتها انا مش قادر غير ان انا اشتري عدد معين او حجم معين من البضاعه. التجاره الالكترونيه يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا مثلا محل ببيع فساتين زفاف بتاعت افراح بتاعت البنات، فانا طبعا فساتين الزفاف دي بتبقى غاليه جدا، فانا مثلا اشتريت خمس فساتين بمثلا بلاش خمسه، اشتريت 10 فساتين ب50,000 جنيه. طيب انا ما معيش غير 50,000 جنيه دول، انا عروسه ورايحه اتفرج على الفساتين، فلقيت ان انا هو ما عندوش غير 10 فساتين ولا واحد فيهم عاجبني، مع ان هو ممكن يعجب حد تاني. طيب تعالى بقى على النقيض في التجاره الالكترونيه، هتدخل على البيج بتاعتي على الفيس على اي طريقه يعني او اي ابلكيشن، هتلاقيني عارضه لك 100 فستان واخترت انا اخترت منهم واحد او اتنين، وانا مش دافع تمن ولا واحد، انا بس يا دوبك انا عرضاهم، فانت لما عجبك واحد انا رحت اشتريته، رحت جبته لك من المصنع واديته لك وخدت هامش الربح. فبقى الفرص التعادل الفرص بين المنظمات، يعني المنظمات بقت تقدر ان هي تحقق مكاسب على عكس الطرق التقليديه. تمام كده. بعد كده السرعه، السرعه طبعا ان هو زي ما لسه قايله لكم انت في خلال 24 ساعه تلاقي المنتج وصل عندك البيت. طيب التحكم في المخزون برضو زي ما انا لسه قايله، بدل ما انت عندك بضاعه موجوده في المحل ما بتتباعش او الناس مش عارفاك او الناس ما بتشتريش، بقى عندك ان انت ما عندكش مخزون اصلا، انت كل مخزونك زي ما بقول لك كده، كل اللي عندك البضاعه اللي موجوده عندك، الصور اللي موجوده عندك او المعلومات اللي انت بتطرحها على الموقع بتاعك، بتقدر ان انت انا طلب من الناس طلبت مني كام واحد، انت عايزه كام قطعه، عايزه اتنين، وحضرتك عاوزه خمسه، وحضرتك عاوز سته، فيبقى الاجمالي كام؟ مثلا 15، بروح اطلب 15، فقادر ان انا اتحكم في المخزون بتاعي. طيب بعد كده مزايا التجاره الالكترونيه بقى بالنسبه للاقتصاد القومي، تنشيط المشروعات الصغيره والمتوسطه وبالذات لفئه السيدات او البنات، خلاص بقى معظمنا دلوقتي البنات اللي سامعيني هتلاقيهم فاهمين، هتلاقي انا عامله بصفحه على الفيس ببيع بعرض منتجات وببيعها، انا مش خسرانه حاجه، انا بعرض لك المنتجات وانتي واصحابك وصاحبتك واختك وعمتك وبنت عمك وقرايبك بتشتري، وبعد كده بتطلبي مني الاوردر فانا اجيبه وارجعه لك. طيب دي بقى في مشروعات صغيره ومتوسطه بتقدر ان هي، طيب انا لما انا واحده او قاعده في البيت عملت مشروع زي ده، مش ده هيزود دخلي؟ طيب انا لما ازود دخلي مش انا مستوى الرفاهيه بتاع اسرتي هيزيد؟ ولما مستوى الرفاهيه بيزيد بتاع الاسر والافراد، مش مستوى الرفاهيه هتزيد بالنسبه للمجتمع؟ وبالتالي التجاره الالكترونيه بتنشط المشروعات الصغيره، وكذلك بالنسبه للشباب، لو في ولد قاعد في البيت مش لاقي شغل ممكن يعمل مشروع زي ده، وبالتالي هو هيحقق ان هو يقدر ان هو يحقق مكاسب بدون اي تكاليف. رقم اثنين زيادة الشفافية الحكومية وتحسين الخدمات،
وتحسين زياده الشفافيه الحكوميه وتحسين خدماتها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقى فيه، انا لسه اشرحها لكم من شويه، اللي هي اللي هي البيزنس تو جوفرنمنت، اللي هي التعامل ما بين الحكومه والشركات. يعني الشركات دلوقتي، الحكومه دلوقتي بدات ان تستخدم التجاره الالكترونيه ان هي توفر بيانات ومعلومات وتتاحها للمستثمرين ورجال الاعمال وكل فئات المجتمع بشفافيه. تقدر ان هي تعرض الخدمات الحكوميه بتاعتها، تقدر ان انت تعمل مدفوعات، تقدر من خلال المواقع الالكترونيه دي تقدر ان انت تعرف مثلا، يعني انا مثلا عايز اعرف المخالفات بتاعتي اللي على العربيه، انا ممكن ادخل على موقع المرور واعرف انا عندي مخالفات في قد ايه، وممكن ادفعها برضو من خلال الموقع الالكتروني، ممكن ان انا احول فلوس، ممكن ان انا ادفع مصروفات. مش كل الحاجات دي خدمات الكترونيه بتقدر ان هي بتزود بتاثر على الاقتصاد القومي بتاعنا. بتبدا الحكومه تفتح قنوات اتصال جديده مع المواطنين، بيبقى في شفافيه في الاعمال الحكوميه، في نقدر ان انت تؤدي الخدمات الكترونيا زي ما انا لسه قايله، زي مثلا الرعايه الصحيه، التعليم بتكلفه منخفضه ووقت قصير من غير ما تبقى محتاج ان انت تروح للطبيب. يعني انا مثلا في مثلا حاجة زي موجود دلوقتي حاجة اسمها يعني مثلا ايه، انا ابني عنيف وبيتنطط وعنده فرط حركة وعنده الولد كده مش مظبوط، طيب انا هاخده واروح اكشف بيه عند الدكتور. طيب في حاجة تانية دلوقتي طلعت، ان انت ممكن تلجأ الى مستشار اسمه متخصص نفسي او طبيب نفسي. هو مش طبيب نفسي، هو بيبقى متخصصين نفسيين في الحاجات دي، دارسين في علم النفس التربوي. تبدأ ان انت تدخل للموقع بتاعه تسأله، تقول له والله انا مثلا، هو الكشف بتاعه زي الكشف اللي احنا كنا بندفعه ايام زمان، بتحول له مبلغ معين بأي طريقة بقى، على الفودافون كاش، على الـ يعني اي طريقه تكون، وهو تبدا تساله تقول والله انا ابني عنده كذا كذا، ويبدا يديك جلسات، يبدا يديك زي روشتات كده. تمام، يبقى دي حاجات بدل ما كنا بتروح للطبيب او بتروح للعياده. زياده الانتاجيه والنمو الاقتصادي، طبعا انت لما لما حضرتك تفتح مشروع وحضرتك تفتحي مشروع، بيبقى عندنا الانتاج بيزيد، وبالتالي لما الانتاج بيزيد الدخل هيزيد، فالعائد هيعود على المجتمع وهيعود على النمو الاقتصادي وهكذا. دي من مزايا التجارة الإلكترونية. مزايا التجارة الإلكترونية لها ميزة على الأفراد ومزايا على المنظمات ومزايا على الاقتصاد القومي. أنا كده هقف هنا عند مخاطر التجارة الإلكترونية. أنا حاسة إن أنا يعني كم المعلومات هيبقى كتير عليكم. يبقى بقينا في الفصل ده مخاطر التجارة الإلكترونية، هنستكملها إن شاء الله مع السكشن القادم في الفصل اللي عليه الدور. أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا، أتمنى إن تكونوا استفدتوا. انا عاوزاكم يا شباب بجد بجد، ماده التسويق والتجاره الالكترونيه دي ماده جميله جدا، افهموها. يعني لو كان على الامتحان، يعني انتوا يعني ما تقلقوش، يعني مش اول مره تدخلوا امتحان يعني، فانا عايزاكم تتعلموا بجد. اعتبر الكتاب اللي معاك بتاع التسويق والتجاره الالكترونيه ده، اعتبرك شريه من 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 شريه عشان تتعلم، شريه عشان تستفاد، خصوصا ان الايام اللي جايه دي ايام تجاره الكترونيه. احنا دلوقتي مش انا بشرح لكم سيكشن وانا قاعده في البيت وانت قاعد في بيتك بتسمعني، مش كل ده يعني حاجه خلاص. احنا بقى توجه مش توجه دوله ولا توجه دولتين، ده بقى توجه عالم. العالم كله هيبقى سمارت فيليج، قريه صغيره. انا وانا قاعد هنا اقدر اخد كورس واحد يدهوني في الصين، واحد يدهوني من امريكا، هاخد اشتري منتج من دوله تانية. لازم تفهم، ما ينفعش تبقى واحد مثلا متخرج من سنه ثالثه ولا سنه رابعه ولا تبقى واحد يقول لك يعني ايه او تو اي او تو او بتاع، وتقول له يعني ايه اوف لاين تو اوف لاين، تقول له ترد على طول اوف لاين تو اوف لاين، يعني شركه بتتعامل مع شركه. يعني المصطلحات اللي انا قلتها لك دي لازم تعرفها، لازم تبقى فاهمها. يعني الفصل اللي احنا شرحته ده عندكم تعريف التجاره الالكترونيه، انواع التجاره، الاسئله يعني اللي المفروض بقى الناس اللي عايزه بقى تلخص وتذاكر ومش همها حاجه تانية. اول حاجه هتلخص تعريف التجاره الالكترونيه، وانا قلته في الباوربوينت في الاول. انواع التجاره الالكترونيه هتقتصر بس على الانواع اللي موجوده في الرسمه اللي انا عرضها في اول الباوربوينت. بعد كده المزايا، مزايا كان عندنا 3 مزايا، مزايا للفرد، للمنظمات، للمجتمع. والمخاطر ومزايا للفرد والمنظمات والمجتمع، والمخاطر انا هقولها لكم المره الجايه. يا رب تكونوا استفدتوا. انا كده خلصت،
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرقة الثالثة شعبة نظم معلومات إدارية. هنستكمل النهاردة سكاشن مادة تسويق وتجارة إلكترونية. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند مخاطر التجارة الإلكترونية، كنا طبعا اتكلمنا عن مفهومها وأهميتها ومزاياها، واتكلمنا عن أنواع التجارة الإلكترونية، واتكلمنا طبعا عنها باستفاضة، وقفنا عند مخاطر التجارة الإلكترونية. طيب، رغم ان التجارة الإلكترونية دي مهمة إلا إن لها العديد من المخاطر. أول حاجة حقوق الملكية الفكرية. يعني ايه حقوق الملكية الفكرية؟ طبعا علشان الشركات دلوقتي بدأت ان هي تتوسع في الطرق ان هي او الوسائل اللي تخدم بيها العميل، ازاي بتحاول ان هي تروج السلع والخدمات للعميل علشان يوصل لاقصى درجة من الاشباع الممكن. فبدأت الشركات او بعض الافراد في السوق بيستخدموا طريقة ان هم يستحوذوا على حقوق الملكية بتاع الغير، وبدأ يظهر حاجة اسمها النسخ المجانية. يعني مثلا لو عاوز تنزل ابلكيشن معين والابلكيشن ده مثلا بفلوس، طبعا احنا عندنا طبعا انتوا عارفين ان في وسائل كتير جدا علشان نقدر ننزله من غير ما نشتريه. دي طبعا احنا كده يعني الاعمال دي والابداعات الفنية اللي بتتم من خلال شبكة الانترنت بتساعد على انتقال المعلومات والحاجات اللي احنا بنستخدمها دي بسرعة بدون ترخيص، بدون الترخيص باستخدامها او بيعها. وبالتالي احنا كده بنتعدى على حقوق الملكيه في البراءه، يعني بنتعدى على براءه حق الملكيه، وبنتعدى على حق النشر، وبنتعرض والشخص المالك للفكره او المالك للسلعه او المالك للمنتج او الخدمه او الابلكيشن او اي حاجه هو بيعرضها بيتعرض لخطر الانتهاك والقرصنه. هقول لكم على مثال واقعي. انا كان في مثلا كتاب عاوز اشتريه، الكتاب ده مثلا كان سعره غالي جدا، وكمان ما كنتش عارفة اشتريه منين اصلا، او يعني مش عارفة يعني هوصله ازاي، او الموقع اللي انا هقدر اجيبه من عليه ازاي. فلقيت فوجئت بالصدفة ان في مواقع موجودة بتعرض الكتب دي PDF او صور وفور فري من غير فلوس. طبعا ده يعتبر ايه، انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بتاع الشخص ده. وطبعا دي لو يعني لو اثبت على الشخص اللي بيعمل انتهاك حقوق الملكية الفكرية ده، طبعا بيبقى ليه بيحاسب قانونيا. لكن احنا بنتكلم على مخاطر التجارة الإلكترونية، يعني مش بندور على حلولها بس بنقول ايه، بنعرض او بنستعرض مع بعض ايه هي المخاطر. طيب، تاني حاجة تهديد أنظمة أمن المعلومات. يعني إيه؟ يعني بتلاقي مثلا شخص، يعني مثلا منظمة بتنتج سلعة معينة، والسلعة دي جودتها متميزة، وأنا بشتريها وأنت بتشتريها، أو خدمة أو أي حاجة تانية. ممكن إن أنت تلاقي إن الشركات المنافسة بتقدر إن هي تدخل من خلال المواقع دي وتعرف معلومات المنافسين، تعرف معلومات الشركة بتاعتي، المنافسين بيدخلوا يعرفوا معلومات الشركة بتاعتي وبيستغلوها. ممكن إن هم بيزرعوا فيروسات وسط العملاء بتوعي، يعني ناس مش عملاء ولكن هم مزروعين من قبل المنافسين عشان يعملوا مثلا يروجوا لإشاعة معينة أو يكتبوا كومنت معين يغير آراء العملاء بتوعي. يعني أنا مثلا لما أبقى عارض منتج بتاعي كويس والمنتج ده بجودة جيدة جدا والعملاء بيشكروا فيه، واحد يدخل يقول المنتج جيد، المنتج ممتاز، المنتج مش عارفة إيه، وتلاقي واحد داخل قال ده منتج سيء جدا، ده أنا استخدمته وسبب لي أضرار، فده طبعا بيهدد أمن معلومات المنظمة. فكل ده بيأثر على العملاء وبيستغلهم فكريا، بيخليهم ان هم يبقوا مش عارفين راسهم من رجليهم، مش عارفين يكملوا في المنظمة او لا، او في السلعة او لا. طيب، رقم ثلاثة عدم جدية التعاملات. طبعا انت احنا عارفين ان التجارة الالكترونية بتتم بين طرفين مش عارفين بعض ومش شايفين بعض، وبيبقى في مش مبقاش بالضرورة في اتصال مباشر ما بينهم، وده طبعا بيبقى يخلق احتمال ان يبقى مفيش جدية في التعاملات. يعني مثلا انا ممكن اطلب منك منتج واقول لك انا هشتريه، وما تيجي تتأكد الاوردر او تقولي انا هبعت لك الاوردر في الوقت الفلاني، انا ما ردش عليك.
ممكن مثلا انا لما اشتري اوردر وانا فعلا عايزه اشتريه او اطلب المنتج، والاقي مثلا حضرتك بتديني منتج مش بمواصفات اللي انا عاوزها، او الصوره او المنتج المواصفات اللي انت عارضها مش هي المواصفات الحقيقيه بتاع المنتج. فكل ده بيبقى فيه عدم جدية، فلأن التعاملات طبعا هي ما هي إلا بيانات إلكترونية، بيانات موجودة قدامك يتم تبادلها بين الأطراف دون أن يكون هناك أي مجال للتحقق من صحتها أو من شخصية الأطراف. يعني أنا ما عنديش أي مجال إن أنا أتحقق من صحة المنتج اللي حضرتك مقدمه لي إلا لما يجي وأشوفه. فبالتالي أنا لو افرض أنا ما عجبنيش، لو أنت عندك إمكانية إن أنا أسترجع المنتج هخسر وهدفع مصاريف الشحن، ولو أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أسترجعه يبقى أنا خسرت ثمن المنتج وثمن الشحن. طبعا أنا كل ده بتكلم على التجارة الإلكترونية بالمعنى الضيق، اللي هو مثلا من مثلا بزنس تو كاستمر، مثلا من شركة إلى عميل. انا بتكلم بحاول اقربها لكم بالامثله اللي احنا بنتعاملها بنتداول بيها كل يوم. انت حضرتك عجبك مثلا تي شيرت عجبك وعايز تشتريه، فطبعا انت يا اما يعني في ضوء نقطه عدم جديه التعاملات، يا اما انت هتطلب الاوردر وبعد كده جيت لما قال لك انا الاوردر هيجي لك يوم السبت، فانت اكتشفت ان انت ما معكش فلوس فمش هترد عليا مش هتشتريه، يبقى دي عدم جديه. يا اما حضرتك هتقول لي انا معايا فلوس وتمام ابعت الاوردر، فالاوردر يجي فتلاقي الحاجه اللي المواصفات اللي معروضه غير المواصفات اساسا اللي انت شايفها، فدي طبعا ايه عدم جديه في التعاملات. بعد كده الامن والخصوصيه، من المخاطر العظيمة جدا في مخاطر التجارة الإلكترونية واللي بتقلق العملاء هي الأمن والخصوصية. يعني إيه؟ لأن أنت طبعا من الصعب جدا إن أنت تقنع عميل إنه يتحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية. طبعا في ناس كتير دلوقتي توجهت إلى التجارة الإلكترونية وبدأت تعاملاتها بقت بتتم مع التجارة الإلكترونية، وعلى طول مش بيعملوا حاجة غير إنهم بيشتروا أونلاين، يعني يكادوا يكونوا ما عادش بيتموا التسوق التقليدي ده، والتجارة التقليدية ما عادتش بيتداولوه. ولكن من الصعب إن أنت تقنع شخص إنه يتحول من التجارة، واحد بقى مش عارف الأونلاين ده ولا عارف التجارة الإلكترونية دي، من الصعب ان انت تقنعه لانه بيبقى دايما عنده هاجس نفسي خايف. طب هو انا مش ضمني ان انا لما ابعت الفلوس مش هت ممكن لحد اللي انا يعني انا مثلا هشتري حاجة وهبعت بالفيزا، هبعت على فودافون كاش، انا مش ضمني ان المنتج هيجي، انا مش ضمني ان المنتج اللي هيجي هيبقى بمواصفات كويسة. فبالتالي التعاملات اللي تتم على الشبكة وكذلك الخصوصية يعني عند بعض الاشخاص بتبقى غير مأمونة الى حد كبير، وان هو دايما عنده زي ما بقول لكم هاجس جواه وخايف انه يتعرض لعمليات غش او خداع على شبكة الانترنت. تمام، في ناس كتير لغاية دلوقتي يقول لك لا انا الاونلاين ده انا بخاف منه، ما عندوش امان، ما عندوش خايف على خصوصيته. تمام، تالت حاجة تعرض المنظمة للمخاطر. طب ايه المخاطر اللي المنظمات ممكن تتعرض لها في التجارة الالكترونية؟ اول حاجة المنافسة القوية. طبعا احنا عارفين ان التجارة الالكترونية يعني يعني ادت مجال كبير جدا للشركات على اختلاف احجامها ان هي تتنافس مع بعضها البعض. يعني مثلا زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت لما قلت لكم جيت اشرح لكم من اهميه التجاره الالكترونيه ان هي بدات تفتح مجال للمشروعات الصغيره والمتوسطه، وبدأ مثلا الأشخاص اللي هم واحد مثلا قاعد عمل موقع وبدأ ان هو يبيع منتجات او سلع، السلع والمنتجات اللي بيبيعها دي هنفترض مثلا انه بيبيع مثلا ملابس او بيبيع أجهزة أدوات منزلية، مش انت لما انت دلوقتي تبدأ ان انت تشتري من عند البيج دي وبيج تانية وبيج تالتة وبيج رابعة، مش ده بيمثل خطر على المنظمات اللي هي موجودة بالفعل، المنشآت اللي موجودة قائمة اللي بتبيع اجهزة منزلية؟ طب لو احنا برضو قلنا ان السكشن اللي فات ان دي مش مشكلتي، دي مشكلة الشركة او المنظمة اللي ما بتواكبش السوق. انت عندك مصنع او محل اجهزة منزلية وبتعرض منتجاتك، لازم السوق دلوقتي اتغير وبقى في حاجة اسمها تجارة الكترونية. طيب انت لو ما طورتش من نفسك وبقى عندك بالاضافه الى المحل بتاعك موقع بتعرض عليه الاجهزه بتاعتك او المنتجات اللي عندك في معرضك، ده طبعا هيعرضك لخطر ان انت ممكن تقفل. طيب انا كمان بقى عندي محل وعندي موقع بعرض عليه منتجاتي، طب ماشي، ما هو الناس التانية او المواقع الكتير كتير كتير، الناس الكتير اللي فاتحه مواقع الكترونيه بتبيع، ما هي دي منافسه قويه شرسه.
انا لازم اخفض من منتج، اخفض من سعر المنتج، اعمل بقى عروض، اعمل حاجة. فطبعا المنافسة القوية دي بيبقى لها تهديد كبير على المنظمة. طيب تاني حاجة، ضغط التكلفة. زي ما انا لسه قايلة دلوقتي ان انت علشان تضمن ان انت تستمر في السوق ومع شدة التنافس لازم تعمل حاجة جديدة بقى، تخفض السعر شوية، تلاقي نفسك ان انت لازم تبيع بدل ما كنت بتكسب 10 قروش هتكسب بس 5، هتقلل التكلفة علشان تقدر ان انت تقلل السعر. طيب بعد كده التغيرات المستمرة في السوق العالمي، التغيرات بقى المستمرة والسريعة، زي ما انا لسه قايله لكم التنافس الشديد، زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت ان مثلا مكاتب المراجعة اللي موجودة، واحد عنده مكتب مراجعة، بروح انا شركة كبيرة بروح له يراجع لي مثلا الدفاتر الحسابات بتاعتي. طيب ده ظهر دلوقتي شركات مراجعة اونلاين تقدر ان هي تعمل لك الشغل ده وانت حضرتك قاعد في البيت. لو الشركة بقى اللي هي القائمة اللي موجودة في السوق وبتشتغل شغل تقليدي لو ما واكبتش التغيرات اللي موجودة في السوق، طبعا محدش هيروح عنده والناس هتبدأ تتعامل مع الشركات التانية، فهيبدأ انه اعماله تقل فيبدأ انه يخسر. وزي ما قلنا برضو مثال اخر اللي شركات التيكتنج، ان انت لما كنت عايز تسافر تروح مشوار كنت بتروح تقطع تذكرة من محطة القطر، لا دلوقتي او بتروح مثلا لشركة السياحة تطلب منها تذكرة مثلا انا عايز اسافر الغردقة، فدلوقتي لا بقى في شركات تيكتنج موجودة اونلاين بتحجز وبتدفع بالفيزا كارد او بتدفع بال مثلا تحولهم فلوس على فودافون كاش او اي وسيلة تكون يعني. فبالتالي انت لو مكتب سياحة مشهور وكان ليه اسمه لو ما واكبش التغيرات المستمرة اللي موجودة في السوق طبعا هيقفل، لأن الناس التانية اللي بتواكب السوق اللي بتستخدم التجارة الإلكترونية طبعا هتفوقه. طيب بعد كده الضغط التقني، هي نفس الفكره ان التقنيات الجديده وان استخدام الادوات الحديثه في التكنولوجيا والتطورات الكتيره دي لو المنظمات التقليديه ما واكبتش الضغط التقني والزياده في التكنولوجيا اللي موجوده في السوق طبعا هيتعرض لمخاطر التجاره الالكترونيه. بعد كده العملاء، خطر المنافسه العالميه في السوق، خطر عفوا هي المفروض خطر المنافسه العالميه في السوق، مفيش كلمه العملاء دي، خطر خطر المنافسة العالمية في السوق. زي ما انا لسه قايله لكم دلوقتي ان في منافسه بين الشركات، فلازم ان الشركات دي تاخد في اعتبارها المنافسه دي وتبدا ان تواكب التطورات. تالت اخر حاجه بقى صعوبه التكامل بين الموقع المادي والموقع الالكتروني للمنظمه. يعني ايه؟ يعني ايه صعوبه التكامل بين الموقع المادي والموقع الالكتروني للمنظمه؟ زي ما انا لسه قايله لك دلوقتي ان لو انا عندي منظمه تقليديه موجوده في الواقع وفي منظمات اخرى رقميه او افتراضيه موجوده على المواقع الانترنت بتستخدم بتبيع نفس منتجاتي، فانا من الصعب ان انا قد يكون يعني لدى البعض ان يكون من الصعب عليها ان يبقى في عندها تكامل بين الموقع المادي، المادي يعني الموقع المحل بتاعك او المصنع بتاعك او المنشأة بتاعتك المادية اللي موجودة في الواقع وبين الموقع الالكتروني. من الصعب بقى ان انت تجمع بين الاتنين، ممكن بعض الناس يلاقوا من الصعب انه او هيبقى يتطلب جهود كبيرة منه في إدارة الموقع الإلكتروني لصالح الأعمال التقليدية، هيكون من الصعب إنه يوظف ناس تقدر إن هي تتعامل مع الموقع الإلكتروني وإزاي إن هي تتفاعل مع الموردين إلكترونيا وتتفاعل مع العملاء إلكترونيا وإزاي إن هي تتوسع فيها الأسواق لصالح الأعمال الإلكترونية دي. بعض الشركات ممكن إن هي تلاقي صعوبة في كده إن هي تجمع بين الاتنين. طيب لما أقول لك مخاطر التجارة الإلكترونية هتقولي أول 5، وبعد كده الرقم 5 التجارة الإلكترونية بتعرض المنظمة للمخاطر، إيه هي المخاطر؟ 1 2 3 4 5 6. طبعا هتحفظ العناصر الرئيسية وتكتب تحتها زي ما أنا فهمتكم إزاي تكتب اللي أنت فاهمه. طيب طيب المنظمات بقى اللي موجودة او المنظمات الالكترونيه ازاي بقى، ايه الخصائص او ايه السمات اللي لازم ان هي تتميز بيها علشان تقدر ان هي تواجه التغيرات الموجوده في مجال التجاره الالكترونيه؟ اول حاجه المرونه،
المرونة يعني ايه؟ يعني المرونة ازاي تبقى مرنة في ادارة اعمالها، ازاي ان هي تتعامل في الاسواق الالكترونية اللي هي بتتعامل فيها، ازاي الشركة تتقبل فكرة تسويقية جديدة، ازاي ان هي تستعد ان هي توفر منتجات جديدة تبقى مرنة في السوق، تقدر ان هي تعرف ايه اللي العميل عاوزه وتوفره له بسرعة، وتستعد انها تسوق منتج جديد، وتستعد انها تبتكر منتج جديد وتشيل منتج قديم، وهكذا يبقى في مرونة. بعد كده اللي هي انخفاض تكاليف التعاملات. يعني ايه؟ يعني ازاي ان تبقى المنظمه قادره على ان هي تخفض تعاملاتها، وتاخد في اعتبارها طبعا الطبيعه التنافسيه، يعني تقدر ان هي ازاي ان هي تعمل استخبارات تسويقيه تنافسيه، ازاي تنزل السوق وتعمل بحوث تسويق وتعرف العميل عاوز ايه، وتخفض التكاليف بشرط انه ما يخلش بقيمه المنتج او بجودته. رقم 3، القدرة على توفير المنتجات بمواصفات يحددها العميل. زي ما انا لسه قايله ان مش معنى ان احنا ان الشركات في منافسة كبيرة وان هي عايزة تكسب وفي نفس الوقت تخفض التكلفة ان هي تقلل الجودة بتاع المنتج، لا، ما هو انت لو قللت الجودة المنتج مش الناس مش هتشتريه. فان انت ازاي ان المنظمة دي تبقى قادرة ان هي توفر المنتجات بمواصفات يحددها العميل. بعد كده بقى عندنا مفاهيم متشابهة لازم نعرف الفروق ما بينها. التجارة الإلكترونية في مفاهيم شبه بعضها، مثلا الأعمال الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني. طبعا دول 4 مفاهيم مختلفة، وطبعا كل واحد فيهم تعريفه بيختلف عن التاني، ولكن بعض الناس بيبقى فيه ما بينها خلط بين الـ4 مفاهيم. طيب، أول حاجة الأعمال الإلكترونية. الأعمال الإلكترونية هي استخدام الوسائط الإلكترونية بما فيها الإنترنت لأداء الأعمال. يعني إيه؟ يعني الوسائط الإلكترونية يعني إيه؟ يعني أنت إزاي هتستخدم الوسائط والأساليب اللي موجودة على الإنترنت عشان تقوم بشغلك؟ مش فاهمة برضو يعني إيه؟ يعني أنت إزاي تستخدم تكنولوجيا الإنترنت لتدعيم العمليات التشغيلية والتجارة الإلكترونية والاتصالات والتعاون داخل المنظمة؟ يعني انا عايز اقول لك ان الاعمال الالكترونيه كل حاجه احنا بنعملها وانت ماسك اللابتوب بتاعك وقاعد متصل بشبكه الانترنت، اي حاجه بتعملها على شبكه الانترنت دي اسمها اعمال الكترونيه. فبالتالي الاعمال الالكترونيه دي هي مظله بيندرج تحتها التجاره الالكترونيه، التسويق الالكتروني، الحكومه الالكترونيه، المزادات الالكترونيه. يعني مثلا في مزاد الكتروني بنبيع حاجه وبنشتريها على الانترنت بطريقه الكترونيه، ده اسمه عمل الكتروني. الحكومه الالكترونيه ان انت مثلا تقدر ان انت تسدد تعمل رخصة العربية وانت قاعد في البيت، ان انت تقدر من خلال موقع الجوفرنمنت اللي هو بتاع المرور تقدر ان انت تعرف انت عليك مخالفات في رخصة العربية قد ايه. دي طبعا طرق او بيطلق عليها الحكومة الالكترونية. طيب التسويق الالكتروني ان انت تسوق المنتجات بتاعتك وتستخدم المزيج التسويقي ان انت تسوق المنتج عبر الانترنت. التجاره الالكترونيه ان انت تبيع حاجه الشخص لشخص او الشركه للشخص او منظمه لمنظمه او حكومه لمنظمه او حكومه لافراد. كل التجاره الالكترونيه بانواعها وكل التسويق الالكتروني كل العوامل الفرعيه دي بتندرج تحت الاعمال الالكترونيه. وبالتالي فهمتوا يعني ايه اول تعريف؟ الاعمال الالكترونيه هي استخدام الوسائط الإلكترونية، يعني ازاي تستخدم الايميل، الجيميل، تستخدم الواتس، المواقع التواصل الاجتماعي، اي وسيلة من الوسائل او الوسائط الإلكترونية بتستخدمها عشان تؤدي عمل معين، ده اسمه عمل إلكتروني. دي حاجة كبيرة قوي اللي هي الاعمال الإلكترونية. طيب ايه بقى التجارة طب لما يجي يقولك ده صح او ده علامة صح او علامة غلط، الأعمال الإلكترونية مفهوم أهم وأشمل من التجارة الإلكترونية؟ طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة، لأن أنا لسه قايلة لكم دلوقتي في السلايد اللي قبل ده إن الأعمال الإلكترونية هي المظلة التي يندرج تحتها كل من التجارة الإلكترونية والتسويق والحكومة وهكذا، وبالتالي التجارة الإلكترونية هي جزء من الأعمال الإلكترونية. يبقى لما اقول لك الاعمال الالكترونيه مفهوم اهم واشمل من التجاره الالكترونيه تقول لي صح، لان الاعمال الالكترونيه زمان لسه قايله لكم اهيت دي حاجه كبيره، جواها تجاره الكترونيه، جواها تسويق الكتروني، جواها حكومه الكترونيه، جواها بنوك الكترونيه، جواها مزادات الكترونيه، جواها اعمال كتير. كل حاجه تخطر في بالك بتتم عبر الانترنت دي اسمه عمل الكتروني.
طيب التبرير ايه اللي قايل لكم عليه دلوقتي؟ ان الاعمال الالكترونيه هي المظله التي يندرج تحتها كل من كذا وكذا وكذا. طبعا احنا كده فهمنا الاعمال الالكترونيه. خلاص هننتقل بقى بعد كده اللي فيه ان الفرق بين التجاره عبر الانترنت والتجاره الالكترونيه. ايه بقى الفرق؟ ما هو انا التجاره الالكترونيه يعني انا بتاجر عن طريق الانترنت، والتجاره عبر الانترنت يعني بتاجر عبر الانترنت. ايه بقى الفرق؟ التجاره عبر الانترنت اللي هو الانترنت كوميرس هي الانشطه التجاريه التي يتم تنفيذها عبر شبكه الانترنت تحديدا. يعني ايه؟ يعني انا بعت لك حاجه وانت اشتريتها، دي تجاره عبر الانترنت. انا بعت واشتريت، البيع والشراء في حد ذاته ده اسمه تجاره عبر الانترنت. طيب التجاره الالكترونيه لا يقتصر دورها على مجرد اجراء اعمال تجاريه عبر الانترنت، يعني مش بس ان انت اشتريت وانا اديتك المنتج وانا خدت الفلوس، ده تجارة ان انت بعت واشتريت خلاص. لكن التجارة الالكترونية ما بتقتصرش على كده، بل تمتد لتشمل الوظائف المساعدة للشركة على تنفيذ هذه الاعمال. مش فاهمين حاجة؟ هقول لك مثال. لو انت دخلت المنظمة وانت مثلا في عميل طالب منك طلبية، بيورد انت بتورد مثلا قماش او بتورد اي حاجة مادة خام، ففي عميل طلب منك طلبية. امر توريد الطلبية للعميل على الحاسب الآلي، اول لما تعمل الطلبية والعميل يشتري منك المنتج وهو يوصل له المنتج وانا خدت الفلوس، دي اسمها تجارة عبر الانترنت. لكن ان انت بقى تعمل فاتورة الكترونية ويبقى ويتسجل عندك قيد يومية الكتروني، وان انت ترسل الفاتورة من المنظمة بالبريد بتاعك للعميل بتاعي عبر الانترنت، كل ده اسمه تجارة إلكترونية. الخطوات اللي انتوا اللي العميل ما بيبقاش شايفها دي اسمها تجارة إلكترونية. لكن التجارة عبر الإنترنت اللي هي بتقتصر بس اللي انت اشتريت وانا بعت، لكن التجارة الإلكترونية بقى كل الأنشطة والوظائف المساعدة اللي بيقوم بيها الموظفين او المتخصصين عند حضرتك في شركتك او المنظمة الإلكترونية بتاعتك، دي اسمها تجارة إلكترونية. طيب ايه بقى الإدارة الإلكترونية؟ يعني ايه الالكترونيك مانجمنت؟ ايه بقى الاداره الالكترونيه؟ الاداره الالكترونيه معناها ان ازاي الاداره تقدر تقوم بوظائفها الكترونيا، ازاي ان هي تقوم بتخطيط تنظيم توجيه رقابه عن طريق الانترنت. فبالتالي هي مدخل او منهجيه اداريه جديده، طبعا جديده، لان احنا قبل كده كنا بنستخدم المنهجيه التقليديه ان التخطيط تنظيم توجيه رقابه بالطرق التقليديه، ولكن دلوقتي بقى عندنا منهجيه جديده ان احنا بنقدم وظائف المدير او وظائف الاداره عن طريق رقمي او طريق الكتروني. بتقوم على الاستيعاب والاستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة، زي ما لسه قايلة، تخطيط ازاي ان المدير هيقوم بالتخطيط اونلاين، ازاي انه هيبقى عامل فريق عمل ويجتمع بفريق العمل ده مثلا عبر تطبيق معين او احد الوسائط الالكترونيه زي مثلا تطبيق زوم، ويجتمع بالفريق بتاعه ويقدر ان هو يعمل اجتماع ويخطط ويوزع الاعمال، يعمل مثلا لما كنا ايام وقت الكورونا لما كانت شدتها يعني احتدت او زايده شويه، كنا على طول بنسمع ان رئيس الوزراء اجتمع بالوزراء او الرئيس مثلا اجتمع برئيس الوزراء وبعض الوزراء مثلا الكترونيا، اجتمعوا مع بعض بطريق الكتروني مثلا ببرنامج زوم او اي برنامج هما او اي ابلكيشن هما بيستخدموه، دي اسمها اداره الكترونيه. ازاي ان هو بيدير المكان مش بالطريقه التقليديه ولكن بيستخدمه طريقة إلكترونية جديدة، إزاي بيستخدم وظائف الإدارة وإزاي إن هو بيستخدم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا والأدوات الحديثة في التكنولوجيا والاتصالات علشان يمارس الوظائف الأساسية في الإدارة. طيب التسويق الإلكتروني بقى اللي هو الإلكترونيك ماركتينج. التسويق الإلكتروني طبعا يعني مش يعني انا من وجهة نظري انه مفيش لبس ما بينه وبين المفاهيم التانية، لان انا بسوق لمنتج بتاعي بالطريقة التقليدية، في التسويق الالكتروني بسوقه الكترونيا، يعني بسوقه على مواقع التواصل الاجتماعي، بسوقه على مثلا يعني اي وسيلة الكترونية بتسوق بها المنتج. فالتسويق الإلكتروني هو تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بالوظيفة التسويقية. يعني إيه؟ يعني إحنا عارفين طبعا إن التسويق بيتكون عناصر المزيج، التسويق بتتكون من 4P اللي هو البرايس السعر، بليس برودكت بروموشن، دول الأربع عناصر بتوع المزيج التسويقي.
الماركتنج المزيج التسويقي بيتكون من 4 عناصر: السعر برايس، المكان بليس، المنتج برودكت، الاعلان بروموشن. تعال بقى على اخر حاجة اللي هو الاعلان. الاعلان ده احد الوظائف التسويقية او احد عناصر المزيج التسويقي. هو ده بقى اللي ازاي الشركة بتستخدمه على شيء بطريقة الكترونية. ازاي بتعمل اعلان، ازاي بتبيع، ازاي توصل لك السلعة او الخدمة، ازاي بعد ما حضرتك يوصل لك الخدمة بتعمل خدمات ما بعد البيع الالكتروني. يعني بعد ما السلعة توصل لك تسألك عن رأيك، يقول لك ايه كونتاكت اس، اسألنا ايه رأيك على ايه رأيك في المنتج، اسألنا لو في حاجة انت مش عارف تستخدمها. فالطرق او الوظيفه التسويقيه يعني عبر الانترنت او بالطريقه الالكترونيه ده يسمى تسويق الكتروني، اللي هو الكترونيك ماركتنج. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين ايه، بين الاعمال الالكترونيه، مظله كبيره كل اللي انا بشرحه ده تحت الاعمال الالكترونيه. طيب الكترونيك بزنس، الاعمال الالكترونيه مظله بتشمل كذا وكذا وكذا. طيب التجاره الالكترونيه طبعا هي جزء من الاعمال الالكترونيه، وطبعا احنا عرفناها واتكلمنا عنها في السكشن الاول باستفاضه. تالت حاجه الاداره الالكترونيه، ازاي المدير يقوم بوظائفه بطريقه جديده، او ازاي انه يستخدم تقنيات جديده في ممارسه الوظائف الاساسيه للاداره. طيب التسويق الالكتروني، ازاي المنظمه تقدر ان هي تقوم بكافه وظائف الانشطه او بكافه الوظائف التسويقيه عبر الويب او استخدام الانترنت او الطريقه الالكترونيه. طيب كده احنا خلصنا السكشن التاني. هيبقى بقينا سكشن واحد بس ان شاء الله في ماده في جزء التجاره الالكترونيه اللي هو الفصل الماب اللي هو مش عارفه هو هيبقى عندكم في الكتاب. يعني برضو انا بقى عندي مشكله ان انا مش عارفه انسق معاكم الفصل الصفحات عفوا. فالفصل اللي هو عندنا اللي هو الامن وسلامه المعاملات التجاريه، ده اخر حاجه هناخدها السكشن القادم في ماده او في جزء التجاره الالكترونيه. وبعد كده بقى هنبدا في جزء التسويق الالكتروني. فجزء التجاره الالكترونيه صغير، عايزاكم كده تذاكروه اول باول عشان ما يبقاش الموضوع يبقى صعب عليكم. الباوربوينت انا عامله لكم يعني زي شكل سؤال واجابه، زي ما انا كنت بعمل بمليكم في السكشن سؤال وتحتيه الاجابه. طبعا مثلا زي ما انا برضو كنت معرفاكم ان مثلا سؤال زي اللي انا مثلا لما اقول لك مخاطر التجاره الالكترونيه، فانت بتبقى فهمت ال5 عناصر، فبتبدا تحفظهم صم. انا عندي مخاطر التجاره الالكترونيه: حقوق الملكيه الفكريه، تهديد انظمه امن المعلومات، عدم جديه التعاملات، الامن والخصوصيه، تعرض المنظمه للمخاطر. وتحت كل عنصر انا فاهم بقى ايه، واضرب الامثله اللي انا فهمتها واللي انا عرفتها. الجزء مش صعب، لو جيتوا تراجعوه كده من الباوربوينت هتلاقوا ان السكشن الاول تعريف التجاره الالكترونيه، اهميتها، مزاياها، وانواعها. الجزء ده اتكلمنا عن المخاطر واتكلمنا عن الانواع المختلفه او المفاهيم المتشابهه للتجاره الالكترونيه، اللي هم 4 مفاهيم: الاعمال الالكترونيه، التجاره الالكترونيه، الاداره الالكترونيه، التسويق الالكتروني. ابداوا ذاكروا علشان الماده ما تبقاش تتراكم عليكم. يعني انا كده خلصت. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.